دايما بنتكلم على الام، ان الام اللي بتربي والام اللي بتعلم والام اللي بتاخد بالها من الولاد، وده حقيقي. لكن الحقيقه ان مجتمعاتنا الشرقيه بتهمش جدا دور الاب، وبيتحول الاب بعد فتره الى انه بنك، مجرد بنك الحصاله، يعني اللي بنيجي يا بابا عايزين المصاريف، يا بابا عايزين الفلوس، يا عايزه اروح رحله، عايزه اروح كذا. العلاقه بالاب بتتراجع بشكل كبير، خاصه الاباء في مجتمعاتنا مشغولين للاخر، يعني على طول بيشتغلوا. الاباء مش بس بيشتغلوا شغلانه واحده، ممكن يكونوا بيشتغلوا اكتر من عمل لتوفير وتلبيه احتياجات الاسره. العالم يحتاج الى اب، مبادره مختلفه بتحاول تركز على دور الاب في التربيه، وتؤكد ان الاب دوره محوري، وان الاسره طبعا في اسر كتير بتبقى بلا آباء، لكن الأسرة اللي فيها أب بس دوره غايب بتكون أسرة لا يستقيم حالها. الحقيقة إن دي مبادرة جذبت انتباهي جدا، فقررت إن أنا أستضيف القائمين عليها، وكمان نستضيف آباء يعني شافوا، دخلوا الكورسات دي، اتعلموا منها، ونشوف بقى اولادهم بيقولوا ايه. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيوفي، مهندس باسم عبد المالك، صاحب مكتب استشارات هندسيه، وهو صاحب فكره العالم يحتاج الى اب او صاحبها هنا في مصر. اندرو فرج، انت موظف ببنك في الفريق نفسه، فريق العالم يحتاج الى اب. لكن معانا ايضا دكتور اكرم عاصم، دكتور، انت دكتور مسالك بوليه بالاسكندريه، كليه الطب جامعه اسكندريه، ودخلت الكورس ده، دخلت الكورس ده مرتين مرتين ومعانا طبعا منوره الاستوديو البنوته القمر دي، زينه اكرم. وزينه دي احنا مأخرينها تماما. زينه، انت عندك مدرسه بكره؟ يا حبيبتي، في مدرسه ايه؟ ليسيه. في الليسيه، والنهارده كان اول يوم. يلا الهول، فانا اسفه جدا ان انا مؤخره زينه لهذا. اسكندريه مش كمان. زينه، انت في سنه كام؟ داخله في اولى اعدادي. طب خلينا نبتدي نفهم ايه القصه، ايه العالم بلا اب؟ مش بلا اب، يحتاج الى اب. العالم هي الحقيقه فكره اللي ابتداها شخص اسمه كاسي كارتنز، ده في جنوب افريقيا. الراجل ده عاش في جنوب افريقيا فتره طويله قوي، وتعرض لقبائل كتيره جدا جدا، تعرضت لحوادث، يعني حوادث شنيعه. فمن احاديثه، الراجل ده عنده تقريبا حاجه و60 سنه، من احاديثه مع الشباب اللي بتعمل الجرايم دي، اللي هم سابوا العصابات دي وابتدى ياهلهم، يعرف هم ازاي وصلوا للمستوى ده. فاكتشف في الاخر انه هم اتولدوا مش بلا اب، بس في بيوت ممكن يبقى فيها اباء، بس الحقيقه ما كانوش شايفين دورهم كويس. كانوا يا اما متغيبين، يا اما كانوا بيضربوهم، يا اما ما كانوش عارفين دورهم. وهي دي المشكله الاساسيه في العالم. يعني هو اتضح له كده صوره معينه، قال ان العالم فيه مشاكل كتيره جدا جدا، جرائم، جهل، فقر. بس مشكله من المشاكل الاساسيه اللي بتواجهنا ان الاباء قاعدين في بيوتهم بس الحقيقه مش عارفين يعملوا دورهم قوي، او مش قاعدين في بيوتهم، او متغيبين، او في الاخر الام هي اللي بتبقى بتربي بس الاب مش متواجد قوي. فحته ان الاب يبقى موجود ويعمل دوره، هي دي هدف المنظمه، ان احنا عايزين نثقف الاباء بقد ايه دورهم مهم، مش بس في التربيه، انما في تكوين شخصيات سويه واطفال سوي واجيال اسوياء. فده كورس يعني ولا ده ايه بالظبط؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، هو لايف ستايل، منهج حياه. منهج يعني حياه. هو مش هينفع ان هو يتاخد في 4 أو 5 محاضرات. حضرتك عشان تبقي مذيعه محتاجه عدد ساعات كتير قوي عشان طبعاً تبقي خبيره. احنا لما بنولد اطفالنا دي بتبقى اول ساعه خبره، على بال ما بنتعلم فيهم بيبقوا هم كبروا وسابوا المصنع، سابوا المصنع دي يعني خرجوا من البيت خلاص، فبتبقى زي متاخر قوي علينا. فانت محتاج تثقف نفسك، هو انا عشان ابقى اب ايه دوري؟ هو ايه اللي انا المفروض اعمله؟ هل همشي زي والدي اللي كان في جيل مختلف تماما، اللي كان الحاجات اللي بيواجهها في حياته مختلفة عن الحاجات اللي أنا بواجهها دلوقتي، التحديات بتاعته غير التحديات بتاعتي، ولا محتاج أثقف نفسي؟ فهو قال لا، احنا محتاجين ندرب الآباء، نثقفهم، نقول لهم أنت إزاي هم بيأثروا، قيمتهم مش في فلوسهم، حاجة يعني دور أساسي، قيمتهم مش في فلوسهم، ده معلومة مهمة جدا. دور أساسي إن أنا أسدد احتياجات بيتي، دور أساسي، بس مش هو كل الدور.
هو يمكن يعني الدكاتره النفسيين يقول لك يمكن 20 ل 25%، انما ابنك محتاج لحاجات كتيره قوي، بنتك محتاجه لحاجات كتيره جدا، محتاجه يبقى ليها مثل اعلى. اندرو، ايه اللي انتوا بتعلموه للناس؟ يعني يعني هو يعني الكلام كبير اللي بيقوله مهندس باسم، لكن على ارض الواقع بقى بتعلموهم ايه؟ بص يا استاذ لميس، هو الفكره انه احنا في المجتمع بنعاني بتشوه معين، مش بس في المجتمع المصري، في المجتمع عامه بنعاني من تشوه، ممكن يكون تشوه اخلاقي، ممكن يكون في يعني حاجات حاجات بتختبريها في الشارع بينتج عن انه غياب دور الاب في البيوت دي. يعني حضرتك ممكن او انا او اي حد ممكن يختبر، ما هو الاب مش موجود عشان مش لاحق بالظبط. يعني بصراحه يعني هو مش فكره بس انه يعني مش يعني فكره انه هو يعني شايف ان دوره ان هو يعيش اولاده او البيت في مستوى عالي جدا مادي مثلا، لكن ان غياب دور الاب دوت بينتج عن يعني مشاكل اجتماعيه قويه جدا. منها يعني انا عايز اقول لحضرتك مثلا ارقام بسيطه، انه 90% من جرائم اللي بتحصل في المجتمع، سواء قتل سواء اغتصاب سواء اكراه سواء سواء سواء، كل دوت 90% منه بينبع من ذكر او من راجل. فدي مشكله واضحه جدا، انه الولد دوت ما اتعلمش في بيته مبادئ واخلاق معينه عشان يطلع يطبقها. طب وهي المبادئ دي بتديها الام ولا بتديها الاب ولا هما الاثنين؟ دور الاب مهم جدا لانه مؤثر جدا في التربيه في الوقت دوت، يعني في سن معين دور الاب بيبقى واضح فيه جدا، وده اكتر سن بيأثر فيه الاب. انه سن ما بين 7 لغايه 14 او من يعني من 7 ل 14 ده دور الاب، او من 7 ل 15 ده دور الاب بيبقى واضح فيه جدا، وتاثيره على الطفل بيبقى شكله كبير جدا. فاحنا لما يعني انا لما قريت الاحصائيات دي، 90% من اللي بيرتكبوا الجرائم دي ذكور، ونسبه كبيره جدا من اللي بيرتكبوا الجرائم دي اكتشفوا في الاحصائيات ديت انه البيت ما فيهوش اب، مش بالمعنى الحرفي، لكن الاب ممكن يكون متواجد بس مش بيأدي دوره. هو دوره شرفي في البيت، هو الامر الناهي في البيت، هو اللي يعني 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 هو بس متسلط في البيت، لكن دوره المحوري كاب مش موجود. ففكرنا انه او اللي عمل الفكره دي انه قال انه عشان نحل ده، هو احنا لازم نخاطب الفئه دي اللي هي الرجل. الراجل في مجتمعنا شويه، احنا يعني حتى احنا مجتمع ذكوري شويه، الراجل بيبقى بالنسبه له بريستيج ويضيع شويه. إيه لو انا هتعلم؟ لا يعني انا تعلموني ازاي يعني انا اودي بنتي التمرين؟ يعني انا بنتي تشوفني وهي او ابني يشوفني وانا قاعد وهو بيتمرن، ان انا اللي قاعد مش مامته على طول اللي واخداه التمرين وقاعده بيه، هو في عالم ثاني، هو في شغله او مع اصحابه، يرجع بالليل الساعه 10 11 يقول لهم ايه الاخبار يا جماعه، تصبحوا على خير مع السلامه. ده مش بيخلي دور الاب واضح، وده بيطلع اطفال مشوهه لمجتمعنا احنا. يعني انا عايز اقول لك ان احنا بنعاني منها وحضرتك بتعاني منها في طبعا الشارع اكتر من اي حد. دكتور اكرم، ايه اللي خلاك يعني تاخد كورسات مع هي الفكره بدات حياتك؟ هعترف زوجتي هي اللي زقتني، يعني زوجتي بصراحه شافت الاد بتاع ان يبقى في كورس حاجه فادر اند شايلد، ان احنا نتقابل الاب مع ابنه او بنته. فحت الاول عمل لي تاج كده، ايه رايك تروح الكورس دوت يعني. فانا في الاول انا مشغول، فقلت لها انا فاضي، انا دكتور اساسا، انا في شغلي وعندي عمليات ومش فاضي. بعدين لقيت نفسي طب ليه لا، لان انا فعلا الباند ما بيني وبين زينه، وزينه زينه بنتك الوحيده ولا في لا إيه؟ عندي بنت ثانيه اسمها جميله اصغر. زينه كانت الناس بدات تقول لي على فكره زينه طالعه لك، طب ما طالعه لي بس انا ما بعملش معاها حاجه بتطلعها انها تبقى طالعه لي، يعني طالعه لي في يمكن كاركتر بس ما فيش حاجه بشوفها معاملها معاها يعني. فقلت خلاص يبقى احضر هذا الكورس، هقضي معاها وقت جميل وهي هتنبسط يعني. وكان التغير التام ان انا لما حضرت الكورس اكتشفت ان انا لا، ده انا مقصر جدا مع زينه. دوري كاب زي ما هم كانوا بيقولوا هكذا بالظبط، هي الحصاله وانا جوه دماغي انا عايز افضل على طول الحصاله، لان ده اهم حاجه طبعا اوفرها للبيت، ان يبقى فيه حاجه تخلي الستاندرد اللي هي عايشه فيه مبسوطه، تبقى كل حاجه عايزاها. فغير حتى كمان من طريقتي ان انا احب زينه. ازاي بقى؟ يعني احكي لي، يعني كل انتوا بتتكلموا في هيدلاينز واسعه، هقول لهذا انا عايز بقى حصل معايا انا بالظبط. قولي بقى. انا مثلا كنت اسافر مؤتمرات، اهم حاجه وانا راجع هجيب لعبه لزينه. طبعا خلاص هجيب لها هديه وانا جاي. لما حضرت الكورسات الاطفال بيبقوا معاك هيك في الكورس كمان، اكتشفت ان مش هي ده اللي بتحبه، لان انت من ضمن الكورس بتاخدي كمان اسئله ابنك او بنتك بيحبوا ايه، وفي الاخر بتواجهيها بالريزلتس اللي انت قلتيها. بتقول لك لا، انا مين قال لك ان كل سفريه مستنيه تجيب لي هديه؟ ده انا مستنيه ان انا اقضي معاك انت وقت، العب معاك ساعتين مثلا في اليوم، تيجي مثلا تقولي تعالي النهارده نخرج انا وانت نتغدى لوحدنا مثلا، او انا وانت نخرج النهارده تعالي نروح مثلا النادي نلعب حاجه مع بعض،
او انا هاجي لك النهارده التمرين اتفرج عليكي انا بنفسي على التمرين، مش ان يبقى في حد تاني هو اللي مش ماما اللي راحت توصلها يعني، او انا مشارك في حياتها يعني. فاكتشفت ان ده لا، ده لازم يتغير يعني. انا ما كنت فاكر ان الموضوع كله هديه، لما ارجع هتنبسط وخلاص، نفسك في ايه اجيبه لك وانا جاي، هتقولي اه بابي هات لي حاجه، وكانت مرات بعد هنا تقولي اي حاجه. ما هو ما فيش حاجه في دماغها معينه، هي فهمت ان خلاص ده اللعبه اللي انا هجيبها لها كل مره مش هي دي اللي هي عايزاها، هي عايزه بابا، عايزه تقضيه وقت مع بابا عشان تحس ان انا في تغيير، في حاجه اتغيرت. زينه، انت حسيتي ان بابي يعني اتغير قبل يعني ده كنت بتروحي معاه الكورس ده؟ كنت بروح مع بابي. وايه بقى الكورس ده كان فيه ايه؟ هو لما بابي راح بعديها لما رجع انا حسيت ان هو اتغير وبقى يقعد معايا اكتر، عامل وقت ليا غير وقت للشغل، وبقى بعرف اعبر له انا ايه الحاجات اللي بتضايقني بيعملها وايه الحاجات اللي مش بتضايقني اللي ايه انا بقى بحبها. الحاجات اللي كانت بتضايقك كان بيعملها يا زين؟ ان مثلا كان مرات يقعد على تليفونه كتير، ما يقعدش معايا او ما يقعدش معايا كتير، ومثلا ما يكونش عنده وقت ليا، ومثلا يروح الشغل. بس دلوقتي بقى بيكون هو عايز يقعد يلعب معايا، يقعد معايا، يتكلم معايا. بيلاقي وقت بقى انه يقعد معاكي؟ ده دكتور يعني، اكيد عندك عياده وعندك مستشفى وعندك حاجات. بص هاتك انا احنا بس زي ما قال المجتمع الشرقي شويه، احنا بننجذب في العمل، هي دي المشكله. كلنا. انا عشان اتعلمت برضو شويه بره اكتشفت ان مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها اف خلاص، انا فصلت الشغل النهارده، انا خلصت الساعه 6 مثلا عياده، خلاص لازم هرجع بقى لحياتي الاجتماعيه. مش لازم عندي عياده كل يوم، وانا عملت كده فعلا في شغلي. انا كنت زي اي دكتور، خلاص عندك 5 ايام في الاسبوع عياده وخميس وجمعه اجازه. اكتشفت لا، هلغي يوم من العياده، العيان اللي عايزني خلاص هينقي اليوم اللي انا موجود فيها، وبقيت في الاخر في يوم مخصص في وسط الاسبوع زياده هقدر اروح بيه البيت بدري، هقضي وقت مع زينه، هقضي وقت مع جميله الصغيره. بس احنا بنتكلم على، معلش اسمحوا لي، على مستوى اجتماعي ومادي يستطيع يعني كان افورد ان هو يلغي يوم من العياده، لكن المجتمع، باقي المجتمع بيشتغل شغلانه واثنين وثلاثه عشان يقدر يكفي اهله، وبالتالي هو رجل مطحون الحقيقه. يعني هي مش بس ست مطحونه لان عندها مليون الف حاجه، هو الرجل ايضا مطحون، وفعلا بيجي على اخر اليوم بيبقى مقتول. فهل اقدر اقول له لا بلاش الشغلانه الثانيه عشان تقضي وقت مع اولادك؟ ما هو ده برضه سؤال لازم نساله لنفسنا. طب انا اقول لحضرتك على حاجه، هي الحكايه كلها محتاجه امانه مع النفس. امانه مع النفس يعني ايه؟ يعني هو انا فعلا محتاج 14 ساعه اسيبهم بره البيت، ولا انا ممكن انجز في 10 ساعات؟ يعني ناس كتير قوي اللي بيشتغلوا في بنوك على سبيل المثال يرجعوا لا اصل احنا عندنا يومنا وبتاع وبنرجع 9 بس هو لو حسب عدد ساعات شغله هيلاقي ان هو ممكن يرجع بدري، بس هو مستسهل الاوقات في الشغل عن ان هو يروح يذاكر للاولاد، يقضي معاهم وقت. هو عنده كمان ساعتين القهوه بتوع اصحابه مثلا، لان دول اللي يقول لك الله، هو انا حطاق يطلع عيني واشتغل 24 ساعه وكذا وكذا، انا محتاج انه الساعتين ده راجل وست على فكره دلوقتي، فانا محتاج او محتاج الساعتين اللي انا بقعد فيهم مع اصحابي، اشرب شيشه، العب طاوله، العب كوتشينه، اتفرج على الماتش. خلي بال حضرتك، احنا بنتكلم لما بندعي الناس للكورسات دي بنقول لهم بصوا احنا عايزين دور الام لا يعلى عليه، يعني مهم جدا، بس في سن 7 ل 16 سنه نفسيا الاولاد والبنات عايزين يشوفوا الاب، عايزين اللي هي اسمها الميل افيرميشن، التوكيد الرجوليه من راجل، من بابا. وكمان الاب ده بيدي امان في البيت، بيدي احساس، لا بيدي حاجات كتير قوي يعني، لو دخلنا فيها هي يعني حاجات كتيره جدا. بس احنا في الاول بنقول للاباء يعني الحاجه اللي ابتدينا مثلا، حاجه من الحاجات اللي ابتديناها كنا مع اكرم، احنا بنقول يا جماعه بصوا احنا وجودكم هنا عشان انتم مهمين قوي. احنا مش مهمين قوي؟ لا انتم مهمين قوي. ازاي بقى؟ 1 2 3 4 فيحس ياه. على فكره انت هيجي وقت في سن 15 16 هتيجي تكلم ابنك او بنتك هيقول لك معلش انت ما عندكش ما تقدرش تغير فيهم، خلاص هم اصحابهم ممكن يغيروا، انت عندك فرصه في التغيير ده اللي هي من 8 ل 16، حاول تعمل شويه وقت. في ناس الوقت ده قد ايه بقى؟ الوقت ده بنتكلم في قد ايه وقت في اليوم للولاد يعني؟ كتابيا هو يعني مش على حسب الكتاب 45 دقيقه
45 دقيقة 45 دقيقة في اليوم لكل طفل. كل طفل بس يبقى قيم، بنسميه وقت قيم، كواليتي تايم. العين في العين. انا بسمع كواليتي تايم دي احس انه كلمة غريبة. وايه كواليتي تايم؟ مش قاعد على التليفون. احنا قاعدين اهو جنبي، ها يا حبيبي ايه الاخبار، ما اكمل وكده. لا، وفي اولاد، في اولاد يعني احنا وقت البرنامج ده بنتكلم على مثلا حاجة زي لغات الحب. في 5 لغات حب، كل طفل انا اقدر اوصل انا عندي ولد وبنت، عندي ناتالي 14 سيف 12. لغه الحب بتاعت ناتالي مختلفه عن لغه الحب بتاعت سيف. ايه بقى يعني لغات الحب المختلفه دي؟ دي قصه. ايوه ايه يعني باختصار يعني؟ يعني كل بني يعني ادم غير في حاجه احنا بنروح دوم بوست طول النهار. لا في 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 لكل واحد عنده زي ايه تانك كده بيحركه في الحياه. فلو انت مثلا الرئيس بتاعك في الشغل بيضايقك، هتصحي الصبح متعكنينه لان هو مش قادر يفهم ان انت لغه الحب بتاعتك كلمات التوكيد، اللي هي ده لغه من لغات الحب. حد تاني ممكن يبقى زي ما كان اكرم بيقول، بنته ممكن مش فارقه معاها الهدايا، لغه الحب بتاعتها مش الهدايا، لغه الحب بتاعتها كان ان هو يكلمها 10 دقائق كل يوم وهو مسافر. دي تفرق معاها قوي، فده الوقت القايم. في حد تاني بيبقى الاعمال تساعده، تساعده يعني الاكس اوف سيرفيس، ابقى وده بيحصل ما بين بقى يعني حتى لو خرجنا بره منهج الاطفال، هو ده ما بين زوجه وزوجه، الزوج وزوجته. ممكن انا اقعد اساعد مراتي في حاجات كتير قوي وهي تقول لي انا ممكن اجيب اي حد يعمل الشغلانه دي، بس انت اول ما دخلت ما سالتنيش هو انت انا عامله ايه، انت ما تعرفش اي حاجه عن يومي. فهي لغه الحب بتاعتها وقت قايم. او في ناس تاني بيبقى ان انت ما بتساعدنيش خالص، او حد تاني بيبقى ان انت هدايا، والهدايا مش معناها ان انا بجيب هديه قيمه، انا ممكن كارت يعني كارت صغير انا كاتبه بايدي، بيفرق جدا جدا مع لغه حبه الهدايا. ده مش طمع، ده مش دناوه، لا ده هي لغه الحب. ففي 5 لغات حب متعارفه ما بين الناس. في ناس بتبقى الخمسة دول زي بعض شويه، في حد بيبقى حاجه بارزه قوي. ففي في المعسكرات دي اللي بيعملوه مثلا مع بعض، فاكرم يقعد مع زينه بيحل زي ورقه اسئله كده، ومنها هو بيعرف هي لغه الحب بتاعتها فعلا الوقت قايم، هي مش فارق معاها الهدايا. اكتشفت انت ان لغه الحب بتاعت زينه ايه؟ ان انا اقضي معاها وقت لوحدنا، يعني لوحدنا من غير مامي، من غير بالظبط جميله، من غير اي حد، بالظبط انتوا الاثنين. زينه ايه اكتر حاجه كانت بتوحشك في بابي؟ يعني اكتر حاجه كانت بتضايقك منه قبل كده؟ اكتر حاجه كانت بتضايقني هي ان انا ما كنتش بقعد معاه كتير. اكتر حاجه كانت بتوحشني هي ان انا لما كنت وانا اصغر كنت بعرف العب معاه اكتر واقعد معاه اكتر، وانا كنت نفسي اعمل كده. تلعبوا ايه يعني؟ ايه اللعب اللي كنت بتلعب؟ مش اي لعبه، هو يعني على حسب. هو لما مثلا بابي مثلا يكون جايب لي لعبه جديده يقول لي يلا زينا نروح نلعب مع بيها، اقول له اوكي، هو يساعدني نلعبها وانا العب معاه. يعني هو كده يعني من ضمن اللعب مثلا تحبها هي ليجو، مع ان ليجو الولاد اللي بيحبوها اكتر يعني. فهي كانت تحب تطلعي مهندسه بقى ان شاء الله. فهي كانت تحب ان احنا نعملها مع بعض. فكانت بتلاقي ان انا ما فيش، انا كل مره من السفريه جايب لها ليجو ورا ليجو ورا ليجو، فبعد مثلا 4 ما اتفتحوش. طب ما هو ما انت ما تجيش تلعبوا معايا، ما تفتحوش وانا بزهق العب لوحدي. بالظبط كده. يعني عايز اضيف حاجه بس، انه زي ما كان باسم بيقول انه اكتر لغه الطفل بيفهمها في الوقت دوت، او من الحاجات اللي بتوري للطفل قوي اهتمام الاب بيها، هو الكواليتي تايم اللي بيقضيه. زي ما حضرتك كنت بتقولي الكواليتي تايم والوقت اللي بيقضيه معاه. كتير جدا بنبقى قاعدين في البيت، ابني او بنتي بيكلمني بس انا باصص في الموبايل، او انا قاعد على الفيسبوك، او انا بعمل اي حاجه، هو بيحس ده، بتوصل له المسج واضحه جدا ان انت يعني ان انت سكند برايورتي، او ان انت يعني اتكلم بس انا مشغول في حاجه تاني، انت بالنسبه لي حاجه تانية. المسج دي بتوصل جدا الاطفال. تاني حاجه انه الاب لازم يعرف حاجه قويه جدا، انه يعني هو الراجل بيبقى ليه كذا دور، بيبقى اب، زوج، اخ، صديق، زميل عمل، يعني هو بيبقى ليه كذا 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 صفه لناس كتيره. في حاجتين ما فيش حد في العالم يقدر يقوم بيهم غير الشخص دوت، هو الاب والزوج. اي صفه تانيه، سواء انت مدير في الشغل، سواء انت صديق لحد، سواء 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 اي صفه تانية بينفع ان حد تاني يقوم بدور حتى لو جزء منها يقدر يقوم بيها، لكن الاب والزوج دول الصفتين الوحيدتين اللي ما ينفعش حد يقوم بيهم في العالم غير حضرتك، غير ان انت تدي وقت للبيت كزوج، ان انت الاطفال يشوفوا انت ازاي بتعامل مامتهم، ازاي بتعامل المراه، فهو لما ينزل بعد كده الشارع يعرف ازاي يتعامل مع المراه، ويعرف ازاي يحترمها ويحترم الاخر، يحترم الاختلاف. كل ده بيبان في التربيه ديت. فانت يعني الدورين دول
اوعى تفرط فيهم او اي حد تاني يقوم بالدور ده غيرك. هو الاب والزوج دول لازم انت تعملهم بنفسك، ولازم انت تتاكد ان بيتك شبعان في الحتتين دي كاب وكزوج، ان انت عارف تبروفايد الحاجات دي. الناس المشغوله قوي اللي تاني اللي ما تقدرش تلغي يوم من العياده زي اكرم، دول نقدر ان احنا نقول لهم ايه؟ انا دي اللي كنت عايز ارجع لها، لان انا بما ان في ناس كتيره ممكن تبقى بتتفرج، ففارق معايا الحته دي قوي. في ناس كتيره مطحونه، وفي ناس فعلا ما عندهاش الامكانيه انها تسيب شغل بقى، ولازم تشتغل شغلانه واثنين وثلاثه، غير طبعا ان هم المسؤولين، ان جابوا عدد ممكن اطفال هم ما يقدروش ان هم يتحملوا، دي مسؤوليه، ودي يعني حاجه من صفات الرجوله ان انت تتحمل المسؤوليه، بس ما تسيبهم للناس. يعني ناس كتيره قوي من الحوادث اللي بتحصل، لما تيجي حضرتك يعملوا مثلا بعد كده مقابلات مع اهلهم، يقول لك مثلا انا بقالي سنه ما شفتوش، انا بقالي سنتين ما شفتوش. بتقالك سنتين رميه سايبه فين؟ ايه الافكار اللي داخل دماغه؟ مفيش حد بيلقح الحاجات دي، ولا يقول له لا ده صح ده غلط، ولا اب ولا ام بقى ده هنا ده مرمي. بس على الاقل الاباء اللي موجودين ومطحونين جدا، انا متاكد ان هيبقى عندهم على الاقل فرصه، خلينا نقول 10 دقايق او ربع ساعه، بدل ما يخلص شغل يطلع القهوه يشوفهم قبل ما يناموا، ويطمن ان هم حاجه جامده قوي بتحصل قبل النوم. الاولاد قبل ما يناموا بيقعدوا يفكروا في كل اللي حصل طول اليوم، اساءات، زعل، شتايم، خناقات، ويبتدي يقرر لنفسه انا بكره هعمل ايه. فمثلا تلاقي اب راجع ابنه راجع له بشقه، ايه ده انت اتفرت دي، اصل هو فلان عمل ايه وراح ضربني، فانا رحت ايه تاني يوم رحت ضربه. هو اخذ القرار ده بناء على ايه؟ بناء على هو في افكار حصلت جوه دماغه بيفكر فيها بالليل، طول اليوم بيبقى مشغول مع اصحابه لعب بتاع، انما بالليل العشر دقايق اللي قبل النوم. ودايما بقول كده للناس اللي بتحضر، تقول انا فعلا ما بقدرش. في ناس جايين من بلاد تانية جايين هنا في مصر بيقولوا احنا عندنا ست عيال ولازم نشتغل ودي مش بلدنا، فما نقدرش نعمل اللي انت بتقوله. بقول لهم طيب هديكوا حاجه، 10 دقايق قبل النوم دي اطمن على ابنك او بنتك، اتاكد ان هو نايم في سلام، لان اللي بينام فيه هيصحى عليه. يبقى على الاقل اولا انت شلت همومه، انت بتقول له انا معاك انا ساعدتك حتى لو انا مشغول، وتبتدي توجهه انه انت تاني يوم ممكن تعمل ايه في الامور دي. لو مبسوط خير وبركه، يبقى انت اقعد معاه ونايمه بسلام. لو عنده مشاكل اقعد معاه واسمعها وحلها، لان هو العشر دقايق دي هيقدر يتكلم، لان هو ما بيبقاش عايز ينام. الاب كان دايما بالنسبه لجيلنا يعني هو الحاجه اللي بنخاف منها شويه، بنعمل لها هيبه ونخاف منها، يعني يمكن الام بتبقى اقرب دايما، لكن الاب دايما. اعتقد الصوره دي اتغيرت خلاص، مش كده يا دكتور؟ اكيد اتغيرت. يعني كلام حضرتك، احنا شفنا ابهاتنا كنا بالنسبه لنا يعني الاب ده وانس داخل البيت احنا خلاص اللي هو لو داخل ينام بعد الظهر محدش يتكلم ولا تليفون، محدش كان يفتح صوته كده، ولا حد يفتح صوته ولا يفتح تلفزيون حتى، ولازم التليفون ما يرنش اساسا. يشوفك يا اما بتذاكري يا اما نايمه، يعني مفيش اساسا مفيش اي لا. وبعدين يخش الاوضه انت بتقف، معقوله بابي يخش الاوضه وانا قاعده على الكرسي؟ ده تبقى ليله سوداء. لا طبعا الصوره دي اتغيرت خالص، فالستوري دي اتغيرت. بقى الاب اكثر صديق من حاجه كمان تاني اتغيرت يا مدام لميس في الموضوع دوت، انه زمان كانت الدنيا محكومه شويه بالنسبه لل معرفة للأطفال، إنه هو بالنسبة له عنده مثلا القناة الأولى والثانية في التلفزيون مثلا. دلوقتي هو على الموبايل بتاعه بدوسة واحدة وده سؤال بقى بيجيب أي حاجة هو عايزها، أي معلومات غلط، أي مشاهد غلط، صور غلط، وي وي وي. ما ينفعش ان احنا نقول احنا اهالينا ربنا وطلعنا زي الفل. لا، على فكره الجيل غير الجيل والوقت غير الوقت خالص. احنا دلوقتي في وقت لو انت مش قريب قوي من ابنك او بنتك وبتتحكم في اللي داخل في دماغه، فانت سايبه متاح يعني هو الانترنت لوحده ده. زينة بابي بيبص على التليفون بتاعك؟ لا، يعني بيعرف مثلا بيخش، طيب انت بتبقي على الانترنت وكده، بيعرف انت بتعملي ايه؟ لا. عنده الباسورد؟ لا، ما عندكش الباسورد؟ لا، ولا مامتها؟ ولا مامتها، لان احنا لما ادينا زينة الموبايل احنا قلنا لها، وده برضه حاجه اتعلمتها في الكورسات، يو هاف تو بي، لازم الواحد يبقى صريح قوي مع ابنه او بنته. يعني انا اتكلمت معاها، احنا اخرنا الموبايل شويه، يعني الموبايل بقاله معاها سنه ونص بس كتير. برافو. والابلكيشنز اللي نزلت على الموبايل بقالها سنه ونص بالكتير يعني، وبالعافيه عملنا حاجات يعني واتساب بس، مفيش فيسبوك لغايه دلوقتي خالص. مش قابل الفكره، انا مش متخيلها، لان زي ما قلت لازم هراقب الاكونت بتاعها كل طبعًا. شويه عشان اخلي بالي. فلما اديناها التليفون وفتحنا هذه الابلكيشنز قلنا لها زينة احنا بنستأمنك ان انت
هتبقي الحاجات دي كلها بتستخدميها لهدف معين، واحد هتتواصلي مع صحباتك في المدرسه مثلا لو حصل حاجه في واجب هتبعت بالظبط كده هتكلمينا مثلا لو في مشكله، لما بدنا نتشجع شويه مثلا وتسافر معايا بره مؤتمرات ولا حاجه لوحدنا مثلا خلاص لو في حاجه هتكلميني وانا سايبك مثلا في الاوتيل. يعني بقى في هدف معين هي عارفه هدف الموبايل ايه، وغير كده مفيش حاجه ثانيه يعني. بعدت شويه طبعا يبقى في انترنت زي ما انت بتقولي طبعاً. الايباد التليفون ممكن تخش تتفرج على مثلا حاجه، بس الاهتمامات دي انا عارف هي بتتفرج على ايه. يعني زي اي بنت بتحب تخش تتفرج على فيديو ازاي تعمل مثلا ميك اب مثلا او ازاي تحط مثلا كذا او تعمل مثلا لعب مثلا بصلصال او مثلا بورق حاجات معينه كده، فده الاهتمامات اللي انا عارف انها بتعملها، فمش قلقان من حاجه زي كده يعني. دي حاجه من دور الاب اللي هي اسمها تعريف المبادئ الاخلاقيه، هو بيحدد المبادئ الاخلاقيه دي، هو مش هيقدر يخش جوه حياتها لان الميه ممكن قوي تبقى بتعمل حاجات من وراه، احنا مش دايما مع اولادنا، بس انا لازم يبقى عندي ثقه ان انا لما بسايب ولادي في مبادئ اخلاقيه ومع ما انا هقول له انت هتقعد على التليفون نص ساعه وبعدين تنام، انا عارف ان هو هيقعد نص ساعه وهينام، هو مع ان انا مش هشوفه بس هو من جواه الحكايه دي اتزرعت من وهم صغيرين قوي، ان هو 8 9 سنين، ان هو هي يعني انت عندك من جواك حاجه كده شايفاك ومعاك طول الوقت، انا موجود مش موجود مش مهم، انت بتتعامل ازاي قدامي اهم قوي، انت بتتعامل ازاي من ورا ظهري، هي دي المبادئ الاخلاقيه، عشان في المدرسه ابقى انا مطمن عليه، بره لما يتعرض بعد كده ويخرج من بره المصنع، انا دايما احب اسمي البيت المصنع لان الحاجه بتطلع منه يعني يا تطلع مضروبه يا اما تطلع مظبوطه، لما يطلع انا مش هعرف اعمل له ريكول اقول له لا تعالى معلش ده ايه الحته دي عندك مش مظبطه تعالى نظبطها تاني، لا خلاص هيبقى متاخر قوي وهندم، ووجع الندم رهيب، وجع الندم رهيب. الحقيقه ان انا سعيده جدا بالكورسات دي، انتوا بتقدموها فين او يعني احنا يعني انا اقول لك على حاجه، انا الاول حضرت الكورس ده هنا في مصر، ابتديت بعد كده ادي يعني هو كاسي بنفسه جه هنا مصر، بعدين ابتديت كان مجالي صغير قوي ابتديت اقعد مع اصحابي مع اخواتي، بعدين ابتديت يعني اندرو من اوائل الناس اللي جت البيت، فهو كانت بتعمل في البيت لانه حاجه كانت فارقه معايا قوي انه المعلومات دي تتنقل لناس تانية كتير، يعني مش هينفع تفضل عندي بس، يعني حلو ان انا اولادي يطلعوا كويسين، بس هو الاحلى ان انت تاثر في بيوت ناس تانية، فابتدت بيوت وبعدين ابتدت نعمل كام واحد ده الكورس ده؟ كم يعني؟ السنة اللي فاتت حوالي 650 700 وهم دول بيبقوا اعضاء فيها. بيتعمل في القاهرة في اسكندرية فين؟ بيتعمل في كل حتة، انا في مرة في ناس بتاخد فيديوز بتعملها في اسكندرية فبيعرض الفيديوز بالكلام، هي الفكرة مش ان انت تحضر الكورس، الفكرة انا عايز اقول لك انت دورك مهم قد ايه في 1 2 3 4 بعد كده ده منهج حياه زي ما اقول يعني هي مش يوم يومين هو منهج حياه، انا في حاجات بواجهها مثلا حد يقول لي انا ابني بينسى كتير، طيب بخش بدور هو ازاي اتعامل مع الطفل اللي بينسى كتير، هل اولا هي حاجه مرضيه ولا هي حاجه اتعامل معاها ازاي، فانت طول حياتك زي الخبره بتاعت حضرتك اذا اب اكتشف ان ابنه بيشرب سجاير مثلا دي خلاص يعني مش عايز اقول دي خلاص بس يعني مش هينفع تعاقبه دلوقتي، انت يعني ما ينفعش ما تربيش وبعدين تعاقب. هو انت انا ما بقولكيش ان ابني مش هيشرب سجاير، بس انا عارف ان ابني لو شرب سجاير انا مش هندم، انا عملت اللي عليا. شرب سجاير بقى دي يعني دي حاجه ما اقدرش اقول لك ان انا عيالي هيطلعوا احسن عيال في مصر، مش هيطلعوا احسن عيال في مصر، مش بتاعتي، مش بس انا على اللي عارف اعمله على الاقل او اللي انا مركز فيه قوي انا اعمل اللي عليا دوري كاب عشان على الاقل ما اندمش، لان زي ما قلت لك وجع الندم طبعا رهيب. زينة بقى يعني عشان اسيبك بقى تروحي المدرسة وتنامي وكده، انت نفسك في ايه يعني؟ نفسك ساعات بتبقي نفسك ايه من بوبي مثلا؟ هو انا الحاجة المعينة اللي على طول بكون نفسي فيها هي بس ان هو يقعد معايا، غير كده ان مثلا لما ما ان هو يكون مثلا مطمن عليا لو انا مثلا مش موجوده في البيت او مسافره او كده، بحب لما بابا عشان يكلمني ويقول لي انت كويسه، انا بحب لما تحب يطمن عليكي بالذات لما بيسافر هو كمان ان هو يكلمك من بره. وبتنبسطي بقى بيكلمك على الموبايل بتاعك ولا موبايل مامي؟ لا بيكلمني على الموبايل بتاعي ومرات على الموبايل مامي. طيب ده حاجه جميله جدا، انا بقى هسيبك تروحي تنامي عشان ده مشوار طويل جدا والمدرسه، وانا عايزه اشكركم بجد على المبادره دي ومهندس باسم عبد الملاك اندرو فرج دكتور اكرم عاصم والجميله زينه اللي نورتنا النهارده،
وفعلا يعني دور الاب دور مهم جدا. اذا كنا دايما كنا بنركز على دور الام فالاب لا غنى عنه، الاب مش حصاله، الاب مش بنك، برغم انه مسؤوليه الاب الاساسيه طبعا هو توفير احتياجات البيت، لكن زي ما قال باسم 10 دقائق يعني 45 دقيقه ممكن ناس كتيره ما تقدرش عليها، 10 دقائق قبل ما الولاد يناموا مهمه جدا لاحساس الامان واحساس الثقه واحساس ان انا احل لك مشاكلك بدل ما تروح تضرب العيال بكره تاني يوم في المدرسه، على الاقل ممكن نحل مشاكلنا مع بعض. انا بشكركم شكرا جزيلا، شكرا وانا اسفه جدا ان انا اخرتكم، واشكركم اعزائي المشاهدين. بكره هيكون معانا وزير الرياضه الشباب والرياضه مهندس خالد عبد العزيز وعدد من رؤساء الانديه، هيكون معانا حسن المستكاوي استاذ حسن المستكاوي استاذ هارون التوني وايضا رئيس نادي طنطا، وهنواجه الوزير باراء رؤساء الأندية ونتكلم على أزمة النادي الأهلي وأزمات أخرى كثيرة، ونتكلم طبعا عن اللائحة الاسترشادية. أشكركم ونتقابل بكرة بإذن الله، وهذه لميس الحديدي تحييكم، صباح الخير.